شايفين هذا الصندوق؟ عن جبه شايفينه؟ طيب هذا السؤال تذكروه، راح أسألكم إياه كمان مرة بالآخر. موضوع حلقة اليوم هو الصندوق الأسود، يمكن لازم أقربه عشان ما نصفر كمان مرة. التكنولوجيا عم تغير العالم، يعني كل المجالات، الطب صار الدكاترة معاهم روبوتس بالغرفة، صارت العمليات تنجح أكثر، عدد الوفيات أقل، بالمواصلات صارت السيارات تمشي لحالها، صار فيها بطاريات بدل بنزين، بالفضاء صرنا نشوف صور للكون ما كنا نتوقع نشوفها. بس بالتعليم التكنولوجيا ما عم تعمل الأثر المطلوب. كلنا كنا نطمح أن التكنولوجيا تغير وجه التعليم، بس هذا الحكي ما عم بصير. هل في شركات ما عم بتصنع تكنولوجيا للتعليم؟ لا، في كثير شركات. طيب في مدارس ما عم بيشتروا تكنولوجيا للتعليم؟ أنا بحكي لكم معظم ميزانيات التعليم رايحة على التكنولوجيا، كمية التكنولوجيا للمدارس مخيفة. طب إيش عم بصير؟ حسب دراسة للـ World Economic Forum بال 2015 بتحكي إنه بس 30% من المدارس تقدر تطبق التكنولوجيا بالتعليم بشكل صحيح، عندنا 70% ما عم تزبط معهم. هذا الإشي كتير خطير. إحنا عملنا دراسة بال 2018 وال 2019، وهاي الدراسة طلعت بأرقام قريبة لهذا الرقم، وعملناها بالأردن. التحدي اللي وجدناه بهاي الدراسة خلانا كمان نشوف الحل. لقينا عامل مشترك بين المدارس اللي عم تعمل الشغل بشكل صحيح، المدارس اللي هم عم بيشتروا التكنولوجيا وعم بطبقوها، والعامل المشترك هو فهمهم للصندوق الأسود. عشان أمشي أكثر بهاي المحاضرة لازم أشرح لكم شو يعني صندوق أسود. بتيجي على السلايد اللي بعدها، هون ضابط الأمور. الصندوق الأسود هو أي عملية نعرف مدخلاتها، نعرف مخرجاتها، بس ما بنعرف كيف بتتم. وأعطيكم مثال الجوالات اللي معاكم، فيهم كاميرا، وأنا ممكن أمسك الجوال أطلع على منظر طبيعي جميل، أخذ صورة. المنظر الطبيعي هو مدخلات، الصورة الإلكترونية اللي بتطلع على الجوال هي مخرجات. بس قليل من الناس بيعرفوا كيف المنظر الطبيعي الجوال بيحوله مع الكاميرا تبعته لا صورة إلكترونية، فهذا صندوق أسود. طب شو دخل الصندوق الأسود بتكنولوجيا التعليم وتطوير التعليم باستخدام التكنولوجيا؟ العامل هو إدارة المدارس. إدارة المدارس هي المسؤولة عن نجاح أو فشل التكنولوجيا بالتعليم، وهذا الإشي كتير مهم، عشان إحنا لما نكون بالمدرسة بنكون قاعدين مع الإدارة بغرف الإدارة ومنشوف الصندوق الأسود عم يطلع لما يبلشوا يحكوا عن تكنولوجيا التعليم. كون قاعدين ببين الصندوق الأسود اللي أنتوا كلكم شفتوه اليوم، هم ما بشوفوه، لدرجة إنه إحنا خايف أصفر، بس يعني بنمسك الصندوق. أوكي، مسكنا الصندوق وضغطنا زر وضغطنا زرين وخلصنا المحاضرة. نكون قاعدين معاهم للإدارة نقول لهم يا جماعة صندوق أسود مش شايفينه، مزهرية هاي. لا يا عمي صندوق أسود والله مو شايفينه، 70% ما بشوفوه، 30% بس بشوفوه. عشان أشرح لكم شو يعني صندوق أسود أكثر بالكونتكست بالإشي بالسياق اللي أنا عم بحكي فيه، لازم أحكي لكم قصة خالد. خالد مدير مدرسة وهو بيمثل الإدارات اللي نجحت بتطبيق التكنولوجيا. خالد قاعد مدير مدرسة بيشرب قهوة، بمر عليه صديقه خبير التكنولوجيا، بقعد صديقه معه وبلش يحكي له عن تكنولوجيا الـ VR. اوكي، هيك امورك تمام. الـ VR او الواقع الافتراضي تكنولوجيا جديدة وتستخدم بالتعليم. بلش يحكي له قد ايه ميزت هاي التكنولوجيا بالتعليم، وعلامات الطلاب بترتفع والطلاب بصيروا مندمجين بالحصة، وببلش يحكي عن الميزات. طبعا خالد من الناس اللي عم تزبط معها هالأمور، عطول شاف الصندوق الأسود، عطول عرف إنه الـ VR الواقع الافتراضي بالنسبة له صندوق أسود. هو بيعرف المدخلات، مخرجات طبعاً إنه الطلاب علاماتهم بتزيد والحياة وردية يعني، بس هو مش عارف كيف الـ VR بيشتغل. فقرر خالد شخصياً، مع إنه مدير المدرسة وعادة بيكون مشغول، شخصياً يعمل تجربة على فصل دراسي لمدة فصل كامل 4 أشهر، ويجرب شخصياً التجربة
للفي ار عشان يفك شفره الصندوق الاسود ويفهم شو هو الصندوق الاسود. وبرايكم شو طلع معاه غير المعلومات اللي اعطاه اياها صاحبه عن الفي ار؟ اول شيء طلع معاه انه طب هاي الفي ار اكثر من نوع تكنولوجي، ايش اللي بيناسب التعليم؟ هذا اول سؤال. طب من وين بدي اشتريها؟ مين بيزودني فيها؟ ثالث سؤال كثير مهم بنطبق على كل التكنولوجيا بالتعليم، المحتوى. كيف بقدر الاقي محتوى يمشي مع المنهاج تبعي؟ طبعا دور ولاقى موجود، بس عادة الناس ما بتسأل هذا السؤال، بيشتروا التكنولوجيا بعدين بيحكوا لك شو بدنا نعمل فيها. السؤال الرابع قد ايه بدنا تدريب عليها؟ يعني هل هي سهلة ولا في تريننج لازم نمشي فيه؟ كمان سؤال، انا الفي ار لما بدي استعملها قد ايه المدة اللي لازم استعملها فيها بالصف؟ اضل الطالب لابس الفي ار ولا 10 دقائق ولا 5 دقائق ولا حسب الموضوع؟ كل يوم نستعملها؟ فطلع معها كثير أسئلة وأجاب على كل الأسئلة، وبعديها حط خطة وطبق المشروع على المدرسة كاملة، يعني عممه بنجاح. طبعا خالد واجه مقاومة، هذا شيء طبيعي ومش شيء سلبي للعلم، المقاومة هي طبيعة الإنسان. فالمعلمين قاوموا، الإدارة اللي تحت خالد قاومت، لكن خالد كان عنده ثقة عالية جدا، ما كان يقدر حدا يجي يوقفه عن التغيير الإيجابي اللي هو عم بيعمله. فكل ما يجوا بمشكلة يكون عنده الحل، كل ما حدا يشكك بالقصة يكون الجواب عنده، ونجحت العملية. المغزى من القصة إنه القرارات الإدارية نوعين، قرار روتيني زي مثلا بدنا نشتري زي من فلان مش من فلان، بدنا نجيب قرطاسية، بدنا نشتري طبشور، بدنا نجيب ألواح، كل هاي قرارات روتينية ما بدها وقت للتفكير وما بدها يعني وقفة عندها. لكن في قرارات صندوق أسود، هاي القرارات أنت بتعرف مدخلاتها ومخرجاتها بس ما بتعرف كيف بتصير. زي مثلا بدي أجيب سبورات تفاعلية أو شاشات تفاعلية، أنا بسأل دائما إيش بدك تعرض عليها؟ ليش بدك تجيبها؟ سألت المعلمين اللي بيدرسوا المراحل المختلفة شو بدهم يحطوا عليها؟ تدخل على الصف بتلاقي الطلاب عم بيحضروا عليها يوتيوب شانل ولا شيء ثاني، ما في محتوى حتى. فالمشكلة عادة انه 70%، تخيلوا الرقم، 70% من الادارات بتخلط بين القرار الروتيني وقرار الصندوق الاسود. سمعنا انه في سبورات تفاعلية، جيبوا لنا 20 حبة والله لو سمحتوا، ما بينفع. لازم تكون عارف ليش عم بتجيبهم، ايش هم وشو بيعملوا، ايش اثرهم، ايش اثرهم على المخرجات، كيف بيرفعوا العلامات؟ انت كيف بتعرف انهم رفعوا العلامات؟ شو حطيت خطة عشان تقيس المخرجات بعد ما جبت هاي التكنولوجيا؟ هذا حكي 70% من الناس ما بتعمله. انتوا متخيلين هدر الوقت والمال والجهد؟ يعني كل دولة لها ميزانية للتعليم، جزء من هاي الميزانية كثير كبير تكنولوجيا التعليم، عشان الكل بيسوق لتكنولوجيا التعليم. لكن 30% بس عم تنجح معاهم. احنا بدنا انه الناس لما تشوف صندوق اسود تعمل زي خالد وتاخذ قرار مش روتيني، تاخذ قرار صندوق اسود وتنغمس شخصيا، ما توكل المهمه لحدا، تنغمس شخصيا بالتجربه وتفك شفره الصندوق الاسود وتفهم شو هو الصندوق الاسود. شكرا لكم.